عقدت نقابة المعلمين مؤتمرا صحفيا في مجمع النقابات المهنية حول صندوق ضمان التربية، بالإضافة لعرض مطالب النقابة لحماية الصندوق من الانتهاكات. نقيب المعلمين النائب مصطفى الرواشدة أكد على أن النقابة جاءت لترعى مصالح المعلم الأردني والحفاظ على المال العام المخصص لتحسين أوضاع المعلمين وصرفه ضمن الأسس الصحيحة. النقابة جاءت لترعى وتحمي مصالح المعلم الأردني، ويعتبر صندوق الضمان هو جزء من كل، هناك صناديق أخرى، صندوق الإسكان، وهناك قطاعات أخرى. هم النقابة الحفاظ على هذا المال العام، الحفاظ عليه وصرفه وضمن الأسس الصحيحة واستثماره ضمن الأسس الصحيحة. لدينا تصور بهذا الخصوص يحمي حقوق المعلم ويحمي أموال المعلم. هذا الصندوق حقيقة عليه مغالطات كثيرة، نقول بأنه استثمارات الأموال لا تتم بشكل صحيح. إدارة الصندوق يجب أن تجدد بطريقة فاعلة أكثر. نظام الصندوق يجب أن يعدل بما يعود بالنفع على المعلم، اللي بدوره سينعكس إيجابا على النهوض بالعملية التربية. كل ما حسنت وضع المعلم بشكل جيد والتفتنا إلى المعلم وأعطاه حقوقه، كل ما تحسنت العملية التربوية، وبالتالي عندما تتحسن العملية التربوية أنا أقول بأن الوطن بخير إن شاء الله. النائب طارق خوري قال إن صندوق ضمان التربية لا يوجد عليه أي نوع من أنواع الرقابة، ويجب أن يتم إعادة تشكيل هيئة إدارية من قبل نقابة المعلمين ووزارة التربية لحماية أموال المعلمين. صندوق دخله السنوي 42 مليون، مصروفه لهذه اللحظة 282 مليون، وللأسف لا يوجد يعني عليه أي نوع من الرقابة ولا أي نوع من الإدارة السليمة أو أصحاب الاختصاص لإدارة هذه المبالغ. أنا برأيي هاي مبالغ كبيرة ولفئة مهمة في مجتمعنا، أو أهم فئة في مجتمعنا هي للمعلم. فأنا برأيي مفروض أن يتم يعني ما طرحناه اليوم بخصوص الهيئة الإدارية، إعادة تشكيل هيئة إدارية من وزارة التربية، من النقابة، ومن باقي الوزارات اللي عندهم معرفة مالية ومعرفة استثمارية. وكانت نقابة المعلمين في وقت سابق قالت إن 200 مليون دينار مفقودات في صندوق ضمان التربية منذ العام 2006 وحتى نهاية العام الماضي، وأن صندوق ضمان التربية الذي أنشأ العام 1978 يفتقر لأي وثائق رسمية، وأن التوثيق الرسمي لمدخلات الصندوق بدأت فعليا العام 2006. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.